الإنسانية التي يمر بها التطور يشعر عن شعور كبير والوقوف وقفة متضامنة إلى جانب أشقائنا في السودان والعراق ولبنان فيما يواجهون تحديات. وستكون آلية التعاون التي توفقنا إلى إرسائها بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي منبرا دوليا إضافيا يؤمن ديناميكية جديدة على هذه العلاقات ويفتح إمكانات أرحب لتعميق وفهم تعميق فهم القضايا العربية وحشد الدعم لها، وذلك من منطلق إيماننا بأهمية العمل متعدد الأطراف في السياق الدولي الراهن خدمة لقضايا الأمن والسلم في العالم. وإن بلادنا تدخل جهد في مواصلة دعم لهذه القضايا بين مدن انتمائها وفضاءات شراكتها، ولا سيما بمناسبة عضويتها في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي على مدى الفترة 22-24 واطلاعها برئاسة القمة 18 للفرنكوفونية المقرر عقدها بتونس يوم 19-20 نوفمبر الماضي. أصحاب السعادة والمعالي، إن تطلعنا إلى مكانة متقدمة لمنطقتنا ضمن التوازنات الدولية الراهنة يملي علينا وضع مقاربة جديدة للتعاطي مع قضايانا الاقتصادية في كلف الالتزام بقيم التآزل والتضامن وتعزيز علاقات التكامل والاندماج لمواجهة التحديات الماثرة وتعزيز أركان الأمن القومي العربي بكل مقوماته والدفاع عن مصالح شعوبنا في هذا الظرف الدولي الدقيق. فالحاجة متأكدة اليوم إلى تذليل العقبات التي ما تزال تعترض مشاريع التكامل والاندماج العربي وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة ومزيد تحفيز البحث العلمي والابتكار وجذر الفجوة الرقمية، كما بات من الضروري تدارك التراجع المسجل في التعاون التجاري بين الدول العربية والتصدي لأولويات الإصلاحات الاجتماعية لا سيما في التعليم وتمكين المرأة وتشريك الشباب في الشأن العام ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد. ولعل أبرز التحديات التي تواجه دولنا وتستنزف موارد وأولويات المسار التنموي فيها هو التطرف والإرهاب. فنحن مدعوون إلى مزيد التعاون ضمن مقاربة شاملة تتضافر حولها الجهود لتجفيف منابع تمويل هذه الآفة ومقاومة ما تستند إليه من شعارات دينية أو مذهبية أو عرقية بالفكر المستنير والأخذ بأسباب التقدم العلمي والمعرفي وصون الحقوق والحرية. أصحاب السعادة، اسمحوا لي في الختام أن أتوجه بأخلص عبارات التقدير إلى كافة الدول العربية لما لمسته من إرادة سابقة في توطيد أواصر التنسيق والتشاور حول أبرز قضايا منطقتنا ودعم جهودنا وتحركاتنا على المستويين الإقليمي والدولي. وأدعو أخي العزيز رمضان العمار وزير خارجية الجزيرة الشقيقة إلى تسلم رئاسة المجلس راجيا له كل السداد والتوفيق، مؤكدا عزم بلادي على مواصلة الإسهام بفاعلية في جميع جهود الارتقاء بدور المنظمة ومنظومة العمل العربي المشترك وتطوير أدائها ومواكبة التحولات والتحديات.